نظن باللي هذا القرار عنده علاقة ب ولم يشرح بأنه سيعود ولكن لمها فتح باب. انا نقول لك عنده بالك هذا القرار عنده علاقة بالقضية تاع محرز باسكو شاف باللي الشعباني شفته كاع داروا لا كومباريزون علاش محرز هضر على محرز بزاف عليها محرز طلب بالاعفاء وديلور ثاني طلب بالاعفاء علاه ما درش مع محرز كما دار مع ديلور صح محرز اعفاء في مباراتين ديلور قال لك اعفاء طيله السنه سواء منتخب سواء بلد انا نهضر لك على معليش قراءه فقط على واش هم يهضروا باسكو انا نشوف باللي اسمه لي ريزو سوسيو عندهم ضغط كبير في الاول الضغط على الجمهور عنده ضغط كبير بالفعل واش نقول لك انا اوندي ديلور كنت متمني لو كان جا في الماتش باراج تاع الكاميرون كنا نحتاجوه وكان يقدر يجيب البليس للفريق للمنتخب وانا نطلب من بالماضي يخلي مصلحه يقولوا مصلحه المنتخب لا هو الان فكر في مصلحه المنتخب نحتاج ولو انه بالماضي قال لك انا ما عنديش مشكل مع اوندي ديلور حتى انا نظلم جامع بالماضي والظلم ظلمات يوم القيامه قال بانه ديلور في تصريحاته السابقه سوى منتخب نعم. وساو بلد ولاعب بفريق جبهة التحرير الوطني تذكر مراد العجمي مد بيوم بيتال جمال بالماضي قال لك لم يساوموا في الدفاع عن الألوان الوطنية.